السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو باش نشوفوا اكثر شعوب العربيه ذكاء، باش نشوفوا الترتيب من اقل ذكاء حتى الاكثر ذكاء. مرحبا بكم تفرجوا هذا الفيديو. بالنسبه على المعلومات هذه ماشي انا اللي جبتها وماشي انا اللي درت الترتيب، الترتيب موجود هنا في المصادر هنا تحت. مرحبا بكم وشوفوا وتحقوا دارداركم، تفرجوا الفيديو. احترامات لكل الشعوب اللي راهم هنا وما كينغلحوا. اول دولة نبداو بها جيبوتي اعزائي، كما تشوفوا في المرتبة 12 عربيا وفي المرتبة 39 عالميا اعزائي، ونسبة الذكاء في جيبوتي 68%. الصومال كذلك في نفس المرتبة مع جيبوتي في المرتبة 12 عربيا و39 عالميا، رغم ان الصومال نسبة النسمة تاع السكان اكثر من جيبوتي بالمقارنة، ولكن نفس نسبة الذكاء. السودان في المرتبة 11 عربيا و36 عالميا، ونسبة الذكاء في السودان 71%. تحية لأهل السودان. موريتانيا المرتبة 10 عربيا و31 عالميا، الصراحة صدمتني الترتيب تاع موريتانيا، وتحية لأهل موريتانيا، ونسبة الذكاء 76%. جزر القمر أعزائي في المرتبة 9 عربيا و30 عالميا، ونسبة الذكاء 77. قطر يا هلا بكم في المرتبة 8 عربيا و29 عالميا، ونسبة الذكاء 78، قريبة جدا من جزر القمر. مصر في المرتبة 7 عربيا و26 عالميا، نسبة الذكاء في مصر 81%. تحية لإخوتنا المصريين، أهلا بكم يا فخر العربية. لبنان أعزائي وأصدقائي في المرتبة 6 عربيا وفي المرتبة 25 عالميا، وكما تشوفوا مع نسبة الذكاء 82%. ليبيا الشقيقة، تحية لأهل ليبيا، بكم هلبة، تحية لأهل ليبيا وطرابلس وكل الليبية. ليبيا في المرتبة 5 عربيا وفي المرتبة 24 عالميا، ونسبة الذكاء 83%. البحرين في المرتبة 5 عربيا وفي المرتبة 24 عالميا، والبحرين نسبة الذكاء 83%. عمان كذلك نفس الترتيب مع البحرين، المرتبة 5 عربيا و24 عالميا، وتحية لأهل عمان، يروحوا لها عمان. سوريا كذلك في المرتبة 5 عربيا و24 عالميا، ونسبة الذكاء 83%. الجزائر بلدي في المرتبة 5 عربيا وفي المرتبة 24 عالميا، ونسبة الذكاء نفس، يعني تقريبا نفس الشيء ما بين الجزائر وسوريا وعمان والبحرين، تشابه في نفس الترتيب، وفي نفس الترتيب عربيا وعالميا. تونس كذلك نفس الترتيب مع الجزائر وعمان وبحرين، المرتبة 5 عربيا و24 عالميا، نفس الترتيب، كلهم نفس الترتيب. الأردن المرتبة 4 عربيا و23 عالميا، وفي نسبة الذكاء 84%. المغرب كذلك نفس الترتيب مع الأردن، المرتبة 4 عربيا و23 عالميا، ونسبة الذكاء 84%، يعني نفس الترتيب صراحة. والإمارات كذلك نفس الترتيب مع المغرب والأردن، تهما كيف كيف، المرتبة 4 عربيا و23 عالميا. وحتى السعودية كذلك نفس الترتيب مع المغرب والأردن، المرتبة 4 عربيا و23 عالميا. فلسطين في المرتبة 3 عربيا و22 عالميا، فري فلسطين، وربي يحفظ خوتنا في فلسطين، وربي يحميهم، وربي ينصر القضية الفلسطينية إن شاء الله. نسبة ذكاء فلسطين 85%. اليمن كذلك نفس الترتيب مع فلسطين، المرتبة الثالثة عربيا و22 عالميا، تحية لإخوتنا اليمنيين كذلك في حرب، تهما ربي ينصرهم ويكون معاهم، سوريا، العراق، ليبيا، كل الدول يا خويا ربي ينصرهم ان شاء الله وربي يكون معاهم. الكويت في المرتبة الثانية عربيا ومرتبة 21 عالميا، نسبة الذكاء في الكويت 86%. العراق بلد الرافدين في المرتبة الأولى عربيا أعزائي وأصدقائي، وفي المرتبة 20 عالميا، ونسبة الذكاء 87%. تحية الناس العراق وأهل العراق، وتحية كل الناس اللي كانوا معانا وكل الدول اللي مروا معانا في الدول هذه وفي الفيديو هذا، تحية لكم كبيرة، كل الاحترام والتقدير من عند أخوكم من الجزائر. ما كان عليا أن ننشر معكم بعض المعلومات، بعض المعلومات هذه شنو والمصادر كاينين تحت، لست أنا المعني بهذا الترتيب وكل أمور ترتيبات، فقط إلا حبيت ننشر معكم ونشارك معكم المعلومات. نتمنى أن تكونوا فهمتوا الفيديو وشفتوا الفيديو وعجبكم الفيديو واستفدتوا ببعض المعلومات من هذا الفيديو. والذكاء أيضا يبقى نسبي فقط، مش معناتها الدولة فيها نسبة ذكاء عالي أنه كل الناس أذكياء، نسبة ذكاء يعني أمور نسبية. وتحية لكل جميع، وتحية لكم كبيرة، نحبكم بزاف، كل تقدير والاحترامات. تنسوا تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس
باش يوصلكم كل ما هو جديد. اطلبونا مزيد من هذه الفيديوهات، احصائيات تحبوا نديروهم، نجيب لكم معلومات. مرحبا بكم في التعليقات، ومرحبا بكم في الانستغرام تاعي، تبعتوا لي فيديوهات، نحبكم بزاف. السلام عليكم.